أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن الحكومة تحرص على الوصول لكفاية الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وهي مستمرة في جهودها الهادفة إلى ضمان تمتع المواطن ببيئة خدمية متطورة في كافة قرى ومدن المملكة. وأعرب سموه لدى لقائه بعدد من المسؤولين عن الاعتزاز بالدور المحوري الذي تطلع به الصحافة الوطنية وكتاب الأعمدة في إسناد الحكومة ودعم توجهاتها نحو المزيد من البناء والتطوير، وذلك من خلال رصد الصحافة لاحتياجات المواطن والتنبيه بأي قصور إن وجد. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليميا ودوليا، حيث شدد سموه في هذا الصدد بأن التجارب التي مرت بها المنطقة رفعت الحس المسؤول والوعي لدى دولها وشعوبها بما يحاك ضدها، وأصبح الجميع يدرك أهمية تأسيس علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة في إطار من الاحترام المتبادل، لافتا سموه إلى أن التحديات الأمنية والاقتصادية ليست بالاعتيادية، ويجب أن يتوازى معها تعاون غير اعتيادي للنجاح في تجاوزها دون ما أن تؤثر على المسارين الاقتصادي والتنموي لدول المنطقة.